النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية جي اف اتش المجموعة الرائدة في إدارة الاستثمار. استضافت بورصة البحرين فعاليات مؤتمر تكنولوجيا التداول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024، وأقيم المؤتمر بالتعاون مع اتحاد أسواق المال العربية ومجموعة ايتيم، إلى جانب مشاركة أكثر من 300 متخصص وخبير في مجال التكنولوجيا. في سبيل بحث أحدث اتجاهات السوق في تكنولوجيا التداول، مع التركيز على دمج بيانات السوق وإمكانية الوصول إلى أسواق جديدة، استضافت بورصة البحرين مؤتمر تريدينج تيك مينا 2024 في مملكة البحرين كفرصة سانحة لمشاركة المعلومات وتعزيز سبل التعاون بين الأسواق، بما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في منظومة التداول في المنطقة وتشجيع التنافس في الأسواق العالمية. احنا سعيدين جدا باستضافة مؤتمر تكنولوجيا التداول، وهذا الحدث لأول مرة في الشرق الأوسط، ويصب في استراتيجية مملكة البحرين بتطوير القطاع المالي من خلال الفنتك. وإن شاء الله هذا المؤتمر يعني بداية المؤتمرات الأخرى اللي راح تتعلق في تكنولوجيا التداول، ووجود حجم كبير من المهتمين فوق 300 مشارك ومتحدثين أكثر من 60 متحدث، يبين أهمية ومكانة مملكة البحرين. استقطب المؤتمر مشاركين يمثلون الجهات العاملة في قطاع تكنولوجيا التداول، بما في ذلك البورصات والهيئات التنظيمية لأسواق المال وشركات الوساطة وخبراء المال ومزودي خدمات التكنولوجيا. وتم خلال المؤتمر تسليط الضوء على العديد من المواضيع التي تشمل دمج بيانات السوق والبيانات الضخمة وتوجيه الأوامر الذكية وتحديث آلية ما بعد التداول وتطبيق أنظمة مراقبة التداول والتحليل الإحصائي. بسرنا نستضيف هذا المؤتمر لمناقشة كل ما يتعلق بتداول التكنولوجيا في المنطقة العربية. نحن اليوم حاليا يعني عم نناقش حوالي 6 مواضيع أساسية تتعلق بالتريدينج تاك، من خلال أكثر من 27 متحدث من كل مختلف العالم، عنا من أوروبا ومن المنطقة العربية. بالإضافة إلى ذلك، نحن يعني كاتحاد أسواق مال عربية بهمنا نفعل كل المواضيع التي تتعلق بالبورصات وبأسواق المال وبما يتعلق بالبروكرز والمؤسسات المالية في المنطقة العربية. مؤتمر تريدينج تيك مينا 2024 يساهم بدور هام في جمع رواد الصناعة والمبتكرين في مجال التكنولوجيا وخبراء المال من جميع أنحاء العالم لدعم جهود الابتكار والتقدم في أسواق المال العربية. يعد المؤتمر منصة لإلقاء الضوء على أحدث التطورات والابتكارات في تكنولوجيا التداول، مع بيان أهمية دور التكنولوجيا المتطورة في تعزيز جانب الشراء والبيع في البورصات والمؤسسات المالية العاملة في أسواق المال. إيمان شرف، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين. والآن مع أداء الأسواق المالية الخليجية. أعلنت جمعية مصارف البحرين عن إقبال واسع من المؤسسات المالية والمصرفية للمشاركة في التنافس على جائزة التحول الرقمي في القطاع المصرفي، والتي أطلقتها الجمعية في ديسمبر الماضي بالتزامن مع اليوم العالمي للمصارف، والتي تهدف إلى تشجيع الابتكار والتحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين. بدوره أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين السيد ياسر الشريفي أن الجائزة تأتي انسجاما مع توجيهات جلالة الملك المعظم الداعية إلى إطلاق المبادرات التي تسهم في تعزيز التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، مشيرا إلى أن الجائزة تعكس مكانة البحرين الرائدة في مجال التحول الرقمي وتتماشى مع رؤية البحرين 2030 واستراتيجية الحكومة للتنمية المستدامة وخطة مصرف البحرين المركزي لتطوير القطاع المالي.
توقع تقرير حديث أن وزير الخزانة الأمريكي الجديد قد يمنح الصين مجالا للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن التوترات التجارية بينهما. يرجع ذلك جزئيا إلى موقفه المعتدل بشأن الرسوم الجمركية وحث سكوت بيسنت على اتباع نهج تدريجي في تنفيذ فرض الرسوم على الواردات الصينية داعيا إلى فرض التعريفات بالتدريج. والآن مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.